وعوت الكلاب على أسيادها في قبة برلمان أوروبي متعفن. شعارهم صفقات تحت الطاولات، وتجمعاتهم سوق لبيع الذمم، وضمائرهم تشترى وتباع. لا يهمهم من أكل ومن جاع، يلتفون حول الكراسي المتسخة مثل الضباع. لا تغرنكم صورة هذا البرلمان شكلا وحضورا، إنه مجرد مستنقع تفوح منه روائح الكراهية لكل ما يرمز للعرب والمسلمين. وعندما نتكلم عن الوزن العربي فإننا سنقول الجزائر، الشوكة التي تجرح حلقهم بعد أن صارت مواقفها مرجعا لكل من يبحث عن الحق من عرب ومن عجم. أم القضايا صارت تقذف من منابر تدعمها جهات لا تريد بالجزائر خيرا، يهاجمون حرية التعبير في بلد أسمع صوته في كل منبر سياسي دولي بأننا بلد لا سيد فيه سوى الشعب الذي يرسم معالم وكيان دولته بحرية تامة. برلمان تناسى إيواء ورعاية حكوماته لإرهابيين وانفصاليين وهاربين من القانون، لا يحق له التحدث عن الحريات في بلد الأحرار. الأمر لا يتعلق بالحريات فقط، إنها المؤامرة المبيتة التي تخرج الآن إلى العلانية، بل هي عدائية لبلد يحمل لواء الأمة العربية. فصار ينظر إلى الجزائر على أنها السد الذي يقف أمامهم لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة التي تستهدف الأمة العربية. إنها خرجة تثبت أن الجزائر صارت خطرا عليهم وعلى مساعيهم، فرغما عن أنفهم الذي تعود العيش في روائح السياسة المتسخة، ستبقى الجزائر سيدة للحرية وهرما ثابتا لا تهزه أصوات كلاب صغار تجلس على كراس عقيمة تسير بأجهزة التحكم عن بعد. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.